من أصعب أنواع الكبر اللي بتأذي روح البني آدم هو الكبر بالمقتنيات. إن ربنا سبحانه وتعالى من عنده ينعم على إنسان بمتع من متع الدنيا، فيحصل للإنسان حالة من التناسي أو الإنكار إن ده رزق ربنا، ويبدأ يفتكر إنها ملكه، فيبدأ يتعالى بهذا المقتنى على الناس اللي ما عندهاش حاجة زي كده، ويبدأ ينظر نظرة الإزدراء والإحتقار لمن لا يملكه ما يملك، وفي الآخر هو عطاء ربنا سبحانه وتعالى. الكبر ده مؤذي لأنه بينسي الإنسان عبادة كبيرة جدا من عبادات المؤمنين، وهي الشكر والحمد للمنعم جل في علاه. بيحكي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف، أخين ربنا سبحانه وتعالى من عليهم ببستانين، بس الأخين دول واحد فيهم كان مؤمن موحد والتاني كان منكر لوجود الله. ويحكي ربنا سبحانه وتعالى رد فعل كل واحد. المؤمن طلع جزء من البستان لله كعادة الناس الطيبين اللي بيبيع جزء من دنيته لشراء الآخرة وابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى. أما غير الموحد اللي مش مؤمن بالآخرة فعمال يكبر يكبر يكبر، وكأن البستان ده هو حياته الخالدة. واضرب لهم مثلا، اضرب لهم مثلا يعني هنا في معنى ورسالة في القصة فأروها بقلوبكم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. من مميزات البساتين إنها بتتسقي من نهر جوه البستان. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شايف أنا عمال أكبر وأثمن وحوش وإنت بتنفق على البسطاء، إنت مش حكيم، شايف أنا بقيت أكتر منك إزاي؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي فرضا وإنت بتقول في بعث لأجدن خيرا منها منقلبا. العلماء بيقولوا في التفسير إن الحوار اللي كان ما بينهم عن ربنا، الرجل الطيب الموحد صاحب البستان بيقول له أخوه أنت مش شايف النعمة اللي أنت فيها، مين اللي اداك النعمة دي؟ فحصل الحوار. فالرجل اللي مش مؤمن بربنا قال له تعالى نشوف على أرض الواقع مين اللي أغنى، اللي أغنى يبقى هو اللي بيفكر صح. أنت يا صاحب العقيدة اللي بتقول في رب أنت افتقرت بسبب أنك أنت عمال بتطلع، وأنا اللي بقول ما فيش رب قدرت أنا رب المال أكبر. فأثناء الحوار حصل عنده حالة من إنكار أن في عطاء من ربنا سبحانه وتعالى. دين القرآن يعبر تعبير في منتهى الجمال، قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. العلماء بيقولوا هو في ظلم أكبر من أن إنسان يبص على النعمة فلا يرى المنعم، يبقى عنده عطايا كتير ولا حاجة من اللي عنده ده يفكروا أن في إله قريب بيرعاه بالعطاء وبيستجيب دعواته وعارف إيه اللي ناقصه، فدايما ربنا سبحانه وتعالى يسد هذا النقص. ما أكثر الأمان والإحساس بالقرب لما تبص على النعمة وتعرف إنها قربة من الله. ما هو ربنا سبحانه وتعالى في الحديث بيقول أتحبب إليهم بنعمتي. شوف أنت لما تبص على نعمة وتقول ده ربنا بيتحبب بيطلب حبي بالنعمة دي. اللي ما عندوش المعاني ظالم لنفسه بسبب الكبر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ليه ممكن تضيع مني؟ أنا راجل عندي خطة وعارف كويس أعمل إيه وأدير ممتلكاتي. كبر كأنه هو رب هذا البستان. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي فرضا، زي ما أنت بتقول ما دام اداني في الدنيا يديني في الآخرة، لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، فكروا ربنا، ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اللي أنت فيه دلوقتي ده من توالي الإمداد من ربنا سبحانه وتعالى. أنت أصلك نطفة مهينة، أنت أصلك عدم، وما أنت فيه ما هو إلا تجلي من تجليات ربنا الكريم صاحب العطاء. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وتعدي القصة ونوصل لما كان متوقعا، هي نقمة لكن تحمل نعمة كبيرة جدا. ربنا بعت له آفة أكلت كل الزرع وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، شاء العمر وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ممكن يكون اتخذ منه نعمة صغيرة وهي شوية فلوس، عند ربنا منها كتير، لكنه أعطي أكبر نعمة وهي الرجوع لحضرة المولى سبحانه وتعالى، وهي الرجوع للتوحيد ومعرفته أنه فقير. ليس فقير عشان ما هوش فلوس، فقير يعني محتاج لعون ربنا والمدد ربنا، وانه يرفع ايديه يقول له ربنا عوض عليا. وده اللي حصل.
لما حصل له كده رجع لربنا سبحانه وتعالى، وهنا ربنا علق على القصة وقال: هنالك الولاية لله الحق. هنا فعلا يظهر تولي الله لشؤون الموحدين، يظهر عناية ربنا سبحانه وتعالى بخلقه. وقت ما إنسان يتكبر على الله سبحانه وتعالى بنعمة قد يأخذها منه رب العالمين في صورة نقمة ظاهرة ونعمة باطنة، عشان يرجع هذا الإنسان للمولى: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.